فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا في رواية البرقاني أن مسألة ثالثة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيرتد من هذه الأمة فئات كانوا على الإسلام ثم ارتدوا ولحقوا بالمشركين، وليسوا أفرادا بل فئام، يعني أعداد وجماعات كثيرة ترتد عن دين الإسلام. لماذا؟ لأنها ترتكب ناقضا أو عدة نواقض من نواقض الإسلام، فيصيرون مرتدين عن الإسلام ويلحقون بالمشركين، لأن من خرج عن الإسلام لحق بأهل الشرك وأهل الكفر. فهذا إخبار معناه التحذير، هذا إخبار معناه التحذير من أن يقع الإنسان فيما يفسد دينه وهو لا يشعر. فعلى المسلم أن يعرف أمور دينه وأمور عقيدته، ويعرف التوحيد والشرك والإسلام والكفر والنفاق حتى يتجنب هذه الأشياء. وعليه أن يحذر أيضا من القادة والأئمة المضلين الذين يدعون إلى الخروج من الإسلام باسم الإسلام، لا يدعون إلى الخروج إلى الكفر صراحة، وإنما يدعون إلى الخروج من الإسلام باسم الإسلام، ويسمون الإسلام الصحيح بالتشدد والغلو والتطرف، ويسمون الخروج من الإسلام يسمونه بالتقدم والرقي والحضارة إلى غير ذلك. فهذا مما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه أخبر أنه سيعبد فئام من أمته بالأصنام، يعبدون الأصنام، وقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس عند ذي الخلصة، وهو صنم معروف حول الطائف. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يحصل في المسلمين من يرتد عن دين الإسلام ويرجع إلى عبادة الأصنام أو يلحق بالمشركين وينعزل عن المسلمين. وهذا خبر معناه التحذير، وهو راجع إلى الاختلاف الذي نهينا عنه. فالاختلاف يسبب سفك الدماء، يسبب الخروج من الدين، يسبب الردة عن الإسلام. كل هذا يترتب على الفرقة والاختلاف. والله أمرنا أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة، مصدرنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى الكتاب والسنة فيما اختلفنا فيه، والصدور عنهما.